مؤسسة حياة كريمة انتهت من تجهيز ساحة الانتظار الخاصة لمرتدي مستشفى طيبة التخصصي وذويهم بمركز إسنا في محافظة الأقصر، وده في إطار جهود حياة كريمة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتطوير عدد من القرى والمناطق الأكثر احتياجاً. في إطار جهودها المستمرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتطوير عدد من القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، انتهت مؤسسة حياة كريمة من تجهيز ساحة الانتظار الخاصة لمرتادي مستشفى طيبة التخصصي وذويهم، وذلك بمركز إسنا جنوبي محافظة الأقصر، والتي بدأت في استقبال المواطنين. عملنا الاستراحات بتاعت مستشفى حورس فقر ملط، وبعد كده بعد تم تنفيذها طلبوا مننا هنا الأهالي في إسنا إن هم المحتاجين برضو استراحة للأهالي قدام المستشفى، والحمد لله في خلال 15 يوم كنا خلصنا كل حاجة. الظلات دي كانت يعني شيء جميل، خدمت الأهالي والمواطنين اللي هم ليهم مرضى في المستشفى اللي بينتظروا بالساعة والاثنين والثلاثة، بدل ما كانوا بينتظروا في الشارع بيقعدوا تحت الشمس وكده، والجو الحر اللي عندنا في الصعيد، احنا مستوى الصعيد الجو عندنا حر دايما والشمس دايما شديدة شوية، فالناس بتنتظر دلوقتي بقت على المظلات وتقعد بالساعة والاثنين منتظرة عادي، ما فيش أي مشكلة، ما حدش بيضايقهم. بنشكر أول مؤسسة حياة كريمة نستجاب بسرعة للطلب، احنا قدمنا الطلب بتاع التنداد ده في شهر واحد، اخر شهر واحد، والحمد لله يعني ما فيش شهر كده وابتدى التنفيذ. حاجة جميلة ومشرفة جدا 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 ما شاء الله، ونشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسة حياة كريمة. الاستراحة تضمنت مظلات ومقاعد تم إنشاؤها أمام المستشفى لمرتادي المستشفى وذويهم لتوفير الراحة لهم وحمايتهم من أشعة الشمس ومنع تكدس المواطنين أمام المستشفى. حياة كريمة أنها يعني دائما بتنظر للمواطن البسيط، المواطن البسيط اللي هو في الشارع، فمستشفى إسنا لما اتعملت في المنطقة اللي احنا فيها دي كان الأول منطقة صحراوية وما فيش يعني فيها حد زي مظلات أو شجر، أو المنطقة نفسها ما كانتش مؤهلة لاستخدام الآدم يعني، فجت حياة كريمة دلوقتي طبعا التشجير والمظلات اللي اتعملت برضو حافظت على الإنسان اللي باجي يزور المريض بتاعه أو بيدخل المستشفى أنه بيقعد في قاعدة محترمة قيمة لي لحد ما يدخل ويطلع من المستشفى. جهد كبير تقوم به المؤسسة، وهذا ما ثمنه أهالي المرضى، فالأهالي كانوا لا يجدون مكانا مريحا ينتظرون فيه أمام المستشفى. وهكذا تواصل مؤسسة حياة كريمة تقديم الحزم المتكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية لتقديم أفضل الخدمات للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.